حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثني حرمي بن عماره قال حدثنا ابو خلده هو خالد بن دينار قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاه واذا اشتد الحر ابرد بالصلاه يعني الجمعه قال يونس بن بكير اخبرنا ابو خلده وقال بالصلاه ولم يذكر الجمعه وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلده قال صلى بنا امير الجمعه ثم قال لانس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر